أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في شرح الدر اللوامع لإمام ابن بري رحمه الله. يقول الناظم رحمه الله: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون، واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل، وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد، واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير، فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين، وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري، واقصر لقالون يؤديه مع ونؤته منها الثلاث جمعا، نوله ونصله يتقه، وأرجه الحرفين مع فألقه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها، وصل بطه الهاله من ياته على خلاف فيه عن رواته، ونافع بقص يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى، ولم يكن يراه في هاء يره مع ضمها وجزمه إذ غيره، لفقد عينه ولامه فقد نباله الوصف ما نبى ما فقد. يقول رحمه الله: القول في الخلاف في ميم الجميع مقرب المعنى مهذب بديع. ميم الجمع أو ميم الجميع كما نطقها رحمه الله هي الميم الزائدة الدالة على جمع المذكورين حقيقة، كقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو تنزيلا كما في مثل قوله تعالى: على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، فإن الضمير في ملئهم يعود على فرعون. وقوله رحمه الله: القول في الخلاف في ميم الجميع، أي هذا باب ذكرت فيه الخلاف والاتفاق بين قالون وورش في ميم الجميع. وقوله رحمه الله مقرب المعنى، أي أنه يقرب المعاني البعيدة للفهم. وقوله مهذب أي ملخص اللفظ ومحرر. وقوله رحمه الله البديع أي محدث ومخترع، وأشار بذلك إلى حسن نظمه. قال رحمه الله: وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. ذكر رحمه الله أن ورشا يضم ميم الجمع ويصلها بواو إذا أتت من قبل همز القطع، نحو قوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم.
وأن قالون يسكن هذه الميم مطلقا، وقعت قبل همز القطع أو غيره، ما لم يقع بعدها سكون كما سيأتي. ومفهوم قوله رحمه الله ما لم يكن من بعدها سكون أن قالون لا يسكنها إذا وقع بعدها سكون، بل يضمها كما سيأتي. وما اقتصر عليه الناظم رحمه الله لقالون من الإسكان مطلقا هو أحد الأوجه المروية عنه، والوجه الثاني الضم مطلقا، والوجه الثالث والأخير التخيير في الوجهين. ثم قال رحمه الله: واتفق في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. ذكر الاتفاق بين الإمامين قالون وورش، فأشار إلى اتفاقهما في حالة الوصل على ضم ميم الجمع، يعني من غير صلة إذا أتت من قبل همز الوصل، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. والفاء في قوله في ضمها هي بمعنى على. ثم قال رحمه الله: وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. ذكر هنا قاعدة هي محل اتفاق بين جميع القراء، فأخبر رحمه الله أن كل القراء ومعهم نافع اتفقوا على جواز الوقف على ميم الجمع بالإسكان، وذلك لأنه أصل الوقف. وقوله رحمه الله: وفي الإشارة لهم قولان، الضمير في قوله لهم عائد إلى القراء، أي وفي جواز الإشارة للقراء عند الوقف على ميم الجمع ومنعها قولان. الجواز وهو اختيار مكي بن أبي طالب رحمه الله، والمنع وهو اختيار الداني. والمقصود بالإشارة إلى الروم والإشمام، سيأتي إن شاء الله تعالى المقصود بذلك في باب مستقل وهو باب الوقف. وقوله رحمه الله: وتركها أظهر في القياس، يعني أن ترك الإشارة ومنعها أظهر في القياس من جوازها، وذلك لعدم وجود الفرق بين المقيس والمقيس عليه. قال: وهو الذي ارتضاه جل الناس، أي ترك الإشارة هو الذي اختاره أكثر الناس، والمراد بهم الناقلون لمذهب الداني الآخذون به. ثم انتقل إلى باب آخر فقال رحمه الله: القول في هاء ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. هذا باب خاص بأحكام هاء ضمير الواحد. وهاء الضمير في اصطلاح القراء هي الهاء الزائدة الدالة على الواحد المذكر، وتسمى بهاء الكناية، وهذه تتصل بالاسم كقوله تعالى ورسله، وبالفعل كقوله تعالى جاءه، وبالحرف كقوله تعالى منه. فذكر رحمه الله في هذه الترجمة ما هو محل اتفاق واختلاف بين الراويين قالون وورش، فقال رحمه الله: واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. ذكر رحمه الله وجه
صلة هاء الضمير بالواو إذا كانت مضمومة، وبالواو وبالياء إذا كانت مكسورة. وجه ذلك هو التكثير، تكثير حروف ذلك الضمير لكونه اسما على حرف واحد وهو خفي وضعيف، فاحتاج إلى شيء يقويه، ووجدوا الصلة لتقويته. وهذا التوجيه الذي ذكره الناظم رحمه الله هو لمكي بن أبي طالب القيرواني عليه رحمة الله. ثم يقول الناظم رحمه الله: فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. ذكر رحمه الله أن نافعا يصل هاء الضمير التي تقدم ذكرها بالصلتين، وهما الواو إن كانت مضمومة والياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تتوسط بين حركتين حقيقة. ثم قال رحمه الله: وهاء هذه كهاء المضمر، فوصلها قبل محرك حري. انتقل إلى بيان حكم الهاء في كلمة هذه، وهي ليست من هذا الباب، أي ليست بهاء الضمير. فذكر هنا رحمه الله حكم هذه الهاء حيث وقعت في القرآن، وهي كما قلت ليست بهاء ضمير، وإنما هي مبدلة من ياء. فالأصل في هذه هذه، وقد قرئ شذوذا هذه ناقة الله، وإنما ذكرها رحمه الله لأنها تشبه هاء الضمير في الحكم. لذلك قال رحمه الله: وهاء هذه كهاء المضمر، أي تشبهها في الأحكام. لذلك قال: فوصلها قبل محرك حري، أي حقيق. وتحذف صلتها لالتقاء الساكنين إن وقعت قبل ساكن، نحو هذه الأنهار. أما إن سبقها متحرك كهذه ناقة الله فإنك تصلها كما بين رحمه الله. ثم قال: واقصر لقالون يؤديه معا، ونؤته منها الثلاث جمعا، نوليه ونصليه يتقيه، وأرجيه الحرفين مع فألقه، رعاية لأصله في أصلها قبل دخول جازم لفعلها. أمر رحمه الله بقصر الهاء في الكلمات التي سيذكرها، والمقصود بالقصر أي حذف الصلة والاكتفاء والاجتزاء بالكسرة، حذفها في المواضع التالية: يؤديه إليك، يقرأها يؤديه إليك، ولا يؤديه إليك، وهما موضعان، وأشار إليهما بقوله معا، نؤته منها في ثلاثة مواضع: اثنان بآل عمرو وهما: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، والثالث في الشورى وهو قوله تعالى: ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. ولذلك قال رحمه الله: الثلاثة جمعا. ونوليه ما تولى، ونصله جهنم، في النساء:
ويتقه في النور، وأرجه، وهما موضعان، أحدهما في الأعراف في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل، والثاني في الشعراء في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث، وإليهما أشار بقوله وأرجه الحرفين يعني الكلمتين، فألقه إليهم في سورة النمل. ويفهم من قوله رحمه الله واقصر لقالون أن ورشا لا يقصر هذه المواضع بل يصلها كلها، وورش وصلها مراعاة للحال أي لواقع الكلمة، لأن الهاء واقعة بين حركتين في الحال. وقالون حذف صلتها للقاعدة التي ذكرها الناظم رحمه الله بقوله رعاية لأصله في أصلها، أي رعاية لقاعدته في أصل الكلمة قبل أن يدخل عليها شيء. ثم قال رحمه الله واصل بطاها الهاله من ياته على خلاف فيه عن رواته. ذكر هنا موضعا هو محل خلاف بين الرواة عن قالون في قوله تعالى ومن يأته مؤمنا بطه، فأمر رحمه الله بوصل هائه لقالون، لكن على خلاف كما ذكرت في الوصل عن رواته، فبعضهم روى عنه القصر كسائر المواضع المتقدمة، وبعضهم روى عنه الوصل كورش. هكذا ومن يأته مؤمنا هذا هو القصر، ومن يأته مؤمنا بالصلة. ثم قال رحمه الله ونافع بقصر يرضه قضى لثقل الضم وللذي مضى. يقول رحمه الله إن نافعا قضى أي حكم وأمر بالقصر في هاء يرضه لكم في الزمر. قال معللا لثقل الضم، يعني أن وجه قصر الهاء من يرضه لورش هو ثقل الضمة، فلم يحتج معه إلى التكثير المتقدم معنا. أما قالون فأشار إليه بقوله وللذي مضى، والذي مضى هو رعاية أصله في أصلها كما بيناه قبل قليل. ثم قال رحمه الله ولم يكن يراه في هاء يره مع ضمها وجزمه إذ غيره لفقد عينه ولامه فقد ناب له الوصل مناب ما فقد. ذكر هنا أن نافعا بكماله أي براوييه لم ير القصر في هاء يره من قوله تعالى خيرا يره وشرا يره في الزلزلة، وأيحسب أن لم يره أحد، وإنما رأى فيها الصلة مع أنها كهاء يرضه في كونها مضمومة مجزوما فعلها. قال إذ قد غيره أي غيره الجزم، فصار فيه إعلال. وأشار إلى الفرق بين يرضه ويره في المواضع الثلاثة بقوله لفقد عينه ولامه، يعني أن وجه وصل نافع لهاء يره مع وجود علة القصر الموجودة في يرضه لكون يره فقد أي حذفت عينه ولامه،
إذ أصله يرآ، فحذفت الهمزة التي هي عين الكلمة، وحذفت الألف المقصورة التي هي لامه، وبقي فاء الكلمة. قال حذفت منه عينه ولامه، بخلاف يرضه فالمحذوف هو لام الكلمة فقط. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.